كرسي في إلها عشاء ما بيضيقوا عنها فراق، لو قام العاشق عنها بيرجع يركبها المشتاق. هن ذاتن دي 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 كيف فرحتي وكيف ما جيتي، ولا واحد منهن بيفل بطرس. صار لي يومين بتلاقى فيك لا مش مسموح، صحتك مش عجبتني، وجهك مقرقد يا بطرس. بتصدق ابو فشخه، صار لي يومين هيك مطربق على صدري. شوف حكيم يا بطرس يا حبيبي، صحة بمزحش فيها يا بطرس. خي رحت عند الحكيم، قال لي لازم تعمل سكانر وما سكانر، بتعرف انا لا ضمان ولا اسرانس وحالتي عقدها. خلص تكرم عينك حبيب قلبي، اهلا وسهلا فيك. لا يا ابو فشخه، انا ما عم بطلب منك مصاري لحتى روح اعمل سكانر. شو عم تحكي انت؟ ليش انا معي قرش تعطيك مصاري؟ مين جيب سيرة مصاري يا بطرس يا حبيبي؟ ولشو لك انا عم تقول لي تكرم عينك؟ لك تكرم عينك سكانر يا بطرس. لا لا يا حبيبي لا، وعشو صار لنا ساعة عم نحكي؟ كيف بدك تعمل سكانر اذا ما معك مصاري؟ الكلام بسرك يا بطرس، بالضاحيه ركبوا الحزب سكانر ببلاش، هيك بقطعك تحته بتشوف شو معك وشو ما معك. اهلا وسهلا فيك، يلا مشي معك. لا عم تحكي انت؟ هن ذاتن تي 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 كيف فرحتي وكيف ما جيتي. الو استاذ علي بزع، كيف صحتك؟ الشيخ سعد الحريري معك. حبيب القلب ماشي الحال؟ والله عم بقول لك يا استاذ علي بزة، حتى لي اقول لك انه حبيت العباره اللي قلتها، فتفت والفتفيت. يحرق رفك ما اهدمك يا علوش. بس بشرفك لا تنساني مرت الجاي لما بدك تقولها، لا تنساني، تبقى قول فتفت والفتفيت واللي بفت لهون. لك خرج اعلانات للانتخابات هيدي يا علوش، كتير حلوه منك، خرج هيك صوره للكتله وتحت الصوره مكتوب فتفت والفتفت واللي بفت لهون. فتفت فتفت. قال شو يا ميس أورانج، اخت الزمن هيدي، اخر شي بالزمن. قال كرام صغير عم يتطول على الدكتور جعجع. عجبها؟ اكيد انت اللي عجبك اوقيتو. انا ابدا ما عجبني. اصلا من هو هو؟ صحيح من هو هو؟ جو ريبيت، اصلا من هو هو يطلب سي في الدكتور جعجع؟ ما عم بفهم. ولك بالاساس بده مليار سنه ليوصل لهيك سي في هو. لك شلتيها من تمي قويته، بغافو. ولك يسال حاله اساسا اذا بيعرف يقرا لها السي في قبل ما يحكي. ايوه قويته اليوم عم بتجود. بكفيك الدكتور جعجع معه شهادة فلسفة من الجميع، شهادة متنبي من الجميع، وشهادة قديس من الجميع، وليك بكفيك انه خريج لبس اللي مبولي. طب خليني كفي جملة. طب هن ذاتن تي 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 كيف فرحتي وكيف ما جيتي. معقول حبيبي انت
قليلي يا زلمة، ساعة صرنا بنفس المحل. الله يساعد اللبناني. بس تسمع السيد حسن عم يحكي شو بتحس؟ احنا انحلينا وريد ولا مرة قدرت تنحل. احنا انحلينا وريد ولا مرة قدرت تنحل. اي لا لا، بعد ما عملت بوتوكس ناطرة لأشوف الوضع بسوريا. يا ليك حدا بيعمل مانيكير بيديكير وجيل هالايام؟ نو نو لا ما بعمل قبل ما اشوف الوضع بسوريا. نو ايه شيري لا شوبينج ولا مابينج ولا من يحزنون ما رح اتحرك قبل ما اشوف الوضع بسوريا. ايه بنبقى منشوف بعد بس اكيد مش هلا لنشوف الوضع بسوريا. اوكي شيري رفوا. قصدي يا شيري كيكي، شو قصتك؟ ما بدك تعملي شيء قبل ما تشوفي الوضع بسوريا؟ اوموديو كيكي شيري، ما كل العالم الشيك صاروا هيك، الرئيس سليمان، الشيخ سعد، تمام سلام، الرئيس مئاتي، ما حدا منهم قادر يتحرك قبل ما يشوف شو رح يصير بسوريا، وانا جو سوي دو ميم نيفو، انا هيدا المستوى، نو واي افشخ فشخه قبل ما اشوف شو رح يصير بسوريا. ميرد. شو رح يكتب عنهم التاريخ. شو وين عايش يا زلم انت والبلد كله صار هيك؟ البلد كله هيك هيك ايه هيك هيك، كل واحد مش ماشي حاله بشغلته بيجيبوا بداله سوري. يلا فرينا بريحة طيبة. ايه ما توي خزني قطشتك مو؟ مش معقول صرنا ساعة ونص منطوعين، كتير هالقد في جورة قدام وهلأ فاقوا يصلحوها. ما هني ما بيخطر عبالهم يشتغلوا إلا وقت المدارس. شو بتعمل؟ وبيحفروا الجورة وياريت بيسكروها. حبيبي حبيبي أنت تشرب قهوة؟ بشرب. أنا بسيارتي عطول في بن وسكر وغاز ومي، كل يوم بعمل ركوة قهوة أنا ونازل عالشغل. يا حبيبي أنت وحياة الله، الله يساعد اللبناني. هي والله هي والله، خليني اعمل ركوة قهوة نشرب انا وياك. يلا. بس تسمع السيد حسن عم يحكي شو بتحس؟ لحظة شو عم تعمل هون؟ حضرة النايب ما تواخذني، ما عرفتك. ايه مش الحال يعني هلا عرفتني، معقول استاذ هيك حاف؟ عرفتك. ايه ليك شي بقدر اساعدك بشي؟ شو حبيبي؟
انا عم بحط حجر اساس هون. حجر اساس بدي احول هالبوره لجنينه لاولاد المنطقه. هيدا املاك الدوله. ايه مش مهم حبيبي، ما تعترهم انت، على شو خايف؟ ما بكره بيعملوا لك منه قصص ودعايات. هيدا المطلوب، هيدا المطلوب، هيدا المطلوب حبيبي، معلش ما تعترهم. بدك تعمل مشكل مع الدوله كرمال جنينه؟ لك ايه اكيد، انت ما عندك فكره هالجنينه شو رح نعمل فيها وشو ممكن نستفيد منها. انه بعرف انه بيتسلوا فيها الاولاد. انقبر اسكت، عم بتجاوب كمان بكل عين بقحه. انا بسال وانا بجاوب. هي جنينه حبيبي. نعم. إيه؟ بتذكر اولاد المنطقه فيه. هجنيني حبيبي، ايه بتخلي يبينوا كل الاعداء، ايه المواجهه ضد الفريق الاخر اللي ضد هالمشروع اللي انا الوحيد معه. هجنيني حبيبي روش، بتخلي الكبير والصغير يحكوا فيه. هجنيني الطريقه الوحيده، طريقه انتبه، الطريقه الوحيده اللي ممكن ارجع فيها نايب. يلا وقف حدي، هش تنهبل هيك، اوكي وقف، ردرست وا حبيبي، قول معي ان دو تروا، لن نتراجع عن بناء جنينة. حضرة النايب، بعد ما اجى حدا من الدولة وقالنا شيء، نعبر عيد وراي ما تشارق، لن نتراجع عن بناء جنينة. لن نتراجع عن بناء الجنينة. نا برافو. نا 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 احنا نحلينا وهي ولا مرة قدمت تنحل. من ورا كام سي لا بي لا 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 هم باغيغ. من ورا كام جي مين هيك؟ مش بطرس؟ بطرس شو بك؟ شو عامل بحالك انت؟ ليش قاعد هون بك شي؟ تركت البيت طارق. شو؟ بتصير يا طارق بتصير. لحظة لحظة بطرس، ما تشوخ بعقلتي هلا، ما تقلي مخانق انت ومرتك. يا زلمة مرتك بتجنن بتتخانق معها؟ مين قال لك انه مخانق انا ومرتي؟ ما هي كمان معي. وين هي؟ الولاد معي بالشارع التاني. شو؟ بتصير يا طارق بتصير. لحظة لحظة بطرس، شو بك انت وعائلتك؟ مكبوبين بالشارع، شو عامل بك شي؟ وما تقلي بتصير طارق بتصير، شو في؟ يا طارق يا حبيبي، ما سمعت انه في مؤتمر دولي بنيويورك لدعم النازحين بلبنان؟ بلا. مش هناك اذا بقينا بالبيت رح نموت الجوع، فنزحنا انا وعائلتي، بركي بيلحقنا طرطوشي. شو؟ بتصير يا طارق بتصير. قوم قوم انقبل، روح على بيتك، روح جيب مرتك وولادك وروح على بيتك. هلا من كل عقلاتك حيطلع لك شي طرطوشي بلا ارهاصاتك، حيطلع لك قرش. ليش بقى؟ ما بيقرطوهن المسؤولين. شو؟ بتصير يا بطرس بتصير. هيدا الشيء يعني ما بيصير. معقول يا ابني؟ ما رح ادفع. اذا بتريدوا، اذا بتريدوا واحد وواحد حتى افهم عليكم، اذا بتريدوا. انه معقول حضره المديره لسته الكتب 100 كتاب؟ بعدين القصه كثير غالي يا عمي، مش مقبول. ما رح ادفع. بعدين لشو كتاب الرياضيات بالعربي؟ مش عم بفهم. من امتين هي؟ ما كل عمره بلبنان يا ماتيماتيك اون فرانسي يا رياضيات بالعربي. ليش الاثنين السنه ليه؟ ليه عم بتعيط علي مسيو؟ اذا بتريد وطي صوتك. اول شيء لازم تعرفوا انه ولادكم هالسنه رح يستفيدوا كثير، لانه صار في تنوع بالمدرسه، مدرستنا تطورت. تطورت؟ ايه تطورت. انت بتعرف يا مسيو انه ابنك هالسنه رح يتعلم لغه جديده؟ اي لغه؟ السوري. سوري؟ ايه نعم، واساساً كمان رح نعلمهم التاريخ بالسوري والجغرافيا بالسوري، وكمان فوتني لهم ماتير جديدة الشيمي، رح يتعلموا هالسنة الكيميائي. ولازم تعرفوا شغلي، لازم تفتخروا قدام العالم كلها انه ولادكم هالسنة رح يصحلن يقدموا غير الباك اللبناني والباك الفرنساوي الباك سوري. صحيح، كيف عرفتوا؟ ايه ما رح ادفع. سؤال بس، تركتوا شيء لاولادنا يتعلموه بس باللبناني؟ ايه نعم اكيد. الفن، الارت. الارت؟ ايه نعم، لانه من بعد خبرتنا انتبهنا انه لما التلميذ يتعلم الارت اللبناني ببطل بحاجه انه يتعلم ولا اي ارت تاني. ما رح ادفع. لك شو هالقهوة الطيبة؟ ديمي حبيبي. حبيبي صحتين قلبك خيي انت. حبيبي كيف الولاد؟ هلأ حفيوني المدام بتسلم عليك. الله يسلمها. ايه على فكرة
مدامتي عملت لك اد على الفيسبوك. هاي هلا بعمل لك اكسبت لما نوصل على الشغل بعد بكره يعني. حبيبي انت. انت حبيبي. يا حبيبي. ولك الله يساعد اللبناني. بس تسمع السيد حسن عم يحكي شو بتحس؟ بحس انه جعجع بده يرد عليه تاني يوم. قربت تنحل كلمتك مدى الحياة. احنا انحلينا وهي ولا مرة قربت تنحل. احنا انحلينا وهي ولا مرة قربت تنحل. يعطيك العافية مدام لديريكتريس. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا العميد كارلوس ادي هون شخصيا عنا بالجامعه. اهلا وسهلا فيك. تفضل مسيو. ميرسي بوكو. صراحه انا كعميد كارلوس ادي جاي لعندكم قصدكم انتم كجامعه، لان انتم جامعه مثل ما بتعرفي انتم جامعه صراحه كثير مرتبه ومرجوحه مرموقه. ميرسي كثير عميد، هيدا من ذوقك. قلي كيف يساعدك. تفضل. صراحه مدام لا ديريكتريس، انا بكل بساطه تو سامبلومون بدي ارجع اتسجل عندكم بالجامعه عن جديد. بدك ترجع تتسجل من جديد هون بالجامعة؟ إيه هيك بصير عندي فرصة كتير كبيرة. فرصة كتير كتير كبيرة إنه أعمل وزير بالحكومة الجديدة. لا باردون، ما بفهم عليك أبداً بقى. ما بفهم عليك. ما فهمت، إذا بتتسجل عنا بالجامعة بصير بتعمل وزير؟ كيف هيدي ماما؟ ما بفهم. بليز ما تتمسمسي. باردون، ما تتسمسمي هيك علي. شو بكي؟ ما عم تسمعي. كرزي معي شوي. ركزي. ما عم تسمعي رئيس المكلف ورئيس الجمهورية عم بيضل يقولوا بدنا حكومة جامعة؟ نعم مش مقبول. مش مقبول. سي امبوسيبل. مش مقبول. عميد بدهم حكومة جامعة مش حكومة جامعة. بليز نو. برنو ايه مزبوط. يا الله ما انتبهت. يا الله على نكزة صغيرة كنت عملت وزير. دوماج. يا الله مش في مال شانسور. ميرسي مدام تي تري جانتي ابل. ميرسي مدام. أدولف سيدنا، بدك تتركني يا أدولف؟ غصب عني سيدنا، بس الواجب عم بيناديني سيدنا. بعرف يا أدولف، بعرف إنه الواجب عم بيناديك. أساساً لو كان الواجب مش عم بيناديك ما كنت خليتك تتركني، ما كنت خليتك تفل. بعرف سيدنا. على كل يا أدولف، نحن عم نبعث الأبطال على الضاحي يا أدولف. أبطال؟ لكن لازم أنت كنت تنزل شينا. أدولف، أدولف بدك توعدني أنك تنتبه على حالك يا أدولف. خايف شينا. خايف؟ أنا من شو خايف يا أدولف؟ سيدنا إذا نزلنا وأمننا على الضاحية يا سيدنا ورجع طلعنا لا سمح الله شيء انفجار سيدنا مش رح يرحمونا سيدنا. رح يستلموا أمن البلد كله سيدنا. لا يبعتونا واحد وردينا عبيوتنا سيدنا. أكيد ما خطرتش عباله لمروان شربل هيدي سيدنا. بده يكون نسي شو صار معه آخر مرة نزل فيها على الضاحية. بده يكون سيدنا. أشو يا أدول. هني زادوا تي 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 تي. كيف ما رحتي وكيف ما جيت. رودي وينك حياتي؟ شو وينه يا قلبي يا رورو؟ شو وينه؟ ما قلت لك يا حبيبي رايح ادفع قسطات الاولاد ورجع على البيت رورو. ايه بس صار لك من الساعه 8 الصبح برا البيت. مهضومه انت رورو، مهضومه انه فكرك كنت اروح على المدرسه ادفع القسطات بس بروح على المدرسه وبرجع على البيت رورو. ايه شو لك حبيبي؟ انا مرقت على البنك سحبت كل معاشي رورو. ايه رجعت رحت عند الجوهرجي بعت لي كل مجوهراتك رورو. شو حبيبي؟
وهلا ناطر واحد يجي يشتري السياره. قولي الله عجبته كثير وقفتها حبيبي رورو. ولا رودي ما انت مرموخ بالمره يا عمي ولا فيوز. يلا يا رودي. رودي في حدا عم يقابب اكيد. هاي ماما روق علي برجع بحكيك. رودي روق 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 لا بابا ولا ماما عم بدق. هيدا زبون حبيبي جاي يشتري البيت. اهتمي فيه تقبريني وقولي له 10 دقايق بكون واصل. ايه رورو رورو العمى كيف بيعملوها هاد؟ انا بالشوك العادي ما بعرف اكل. لها شيل عزيزي لفيتي بلاد. عند عودة العيسى سانيورا ميسيو. يا إلهي صوفيا حدا شافك يا صفصوفة؟ لا لا ما حدا شافني. شكلين هم أساساً المطعم فاضي وعيننا حراسك دخلة. أنت قلتيها يا صوفيا. ما حدا عم بيزورني، ما حدا عم بيشوفني يا صوفيا. ما لك إلا هيدي المخلصة دولة الرئيس صافيا. بعرف قيمتك، بعرف قيمتك يا ست الستات يا صوفيا بعرف. لك قديش تقتلك أنا، لك قديش تقتلك. كل العالم بيسألوني عنك رح دوب رح دوب قديش مسيون. بشرفك دولة الرئيس بوسني. ها؟ مش على التلفاز صوفيا، لا تعرف من شافك هيك، مش على التلفاز يا صوفيا. ما تقولوا تدقيهم دغري. يعني أنا شو الصهر؟ طب دولة الرئيس بس أنا بدي أسألك هيك كم دخلك هالي داحش. إلكم خصة فيهم أنت؟ داحش يا صوفيا داحش. ولا حكي هاد؟ أنا سمعتهم على التلفزيون عم بيقولوا داحش. تيسي أنت تيسي ما بتقتنعي يا حبي. طب داحش أه؟ بس ما قلنا خصة فيهم ربحتي؟ طب هاي تبع النكاح إلكم خصة فيهم؟ حياتك يا صوفيا ما قلنا خصة فيهم. يعني هلا بدك تقنعني إنه أنتوا بس تبع البطانيات وتبع الحليب؟ طبعا ما بكذب عليك يا صفصوفة. إذا هيك دولة الرئيس يعني صار مفروض تبعتوا لهم فرشات لأنه حرام داحش ونكاح على الأرض هيك بيتعبها. فكرة؟ فرشات؟ فكرة هاد فكرة جهنمية. بس كيف ما إجت على دماغه ولا عقاب صقر؟ ما عم بفهم. لأنه عقاب صقر حرام بعده جديد بالمصلحة بس صافية مكحك وبعت لك شو سكسي. بليز بليز دولة الرئيس طفى التلفان. طفي يا قديش طفي. افتاح ال 104 حاطين اخبار. ايه عم بيقول وزير عريضه ايه؟ انه هيدا تبع الشمال شو اسمه الصفدي ما دافع مصاري لوزاره الاشغال. وحياه الله الا يا عيني انا هلا عم بسمع على الاخبار انه الصفدي دافع بس حضرته العريضه مدري شو عامل فيهم. مين العريضة؟ ايه العريضة. عم تحكي على العريضة؟ ايه. لح يأخو المن لمين اوعى تقول او ليه؟ لمين عم تقول اخو انا؟ لك ايه لك انت ايه لك انت؟ انا فرجيك لمين عم تقول اخو يا اخو روح فرجيك. انا فرجيك حقلة لمرتي تعمل كانسل على الريكوست تعمل لك بلوك. اللي بدا ايه؟ وانا وليه كلب فيك وليه؟ لمين اخو وليه انت انا فرجيك وليه؟ وليه عن جد الله يساعد اللبناني. مش عايش حمار والبلد ولا نار ضاحي بعدين ترابلوس شو ناطرين يا شو صار. مش عايش حمار والبلد عم ينهار بيكون بالمناصب كل واحد فيكم ناصب شادا صاروا كار شادا صاروا كار شادا صاروا كار. انتظار شعب مروب وخايف السياسي مش شايف ما بيحضر اخبار. مش عايش حمار وانا بالمهوار شهد هون شهد هونيك والبلد صار حجار البلد صار حجار. بنا انفجار بلدنا عم ينزف رجعوا على الحوار. مش عايش حمار لموت انتحار ويك اب يا لبناني والحقني على المطار حقني على المطار.